حياتي، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم سباتافون. تحت طلب ديالكم في هذه الاونه الاخيره كتجينا اسئله بزاف حول الفرق ما بين الريدمي نوت العادي، الريدمي نوت 9S والريدمي نوت 9 برو. اليوم ان شاء الله غادي نقوموا بالمقارنه ديالهم. قبل ما ندخلوا في تفاصيل هذا الفيديو، نتمنى من الناس اللي كيشاهدوا القناه لاول مره يتابوناو عندنا، وما تنساوش كذلك تفعلوا خاصيه الجرس و لي لايك، وايضا دي كومونتير، يعني اي ملاحظه او استفسار كنرحبوا به. اول حاجه في المقارنه فهي التصميم. بالنسبه للتصميم فتقريبا فهو نفسه يعني في الهواتف الثلاث، خصوصا في الريدمي نوت 9S والريدمي نوت 9 برو. الو كيف كتلاحظوا هنا، يعني جاو بنفس، يعني تقريبا نفس التصميم، كذلك يعني زر البصمة جاء مدمج مع زر التشغيل. يعني الاختلاف كاين في الريدمي نوت العادي، بحيث ان كاميرا السيلفي جاءت على اليسار، والنوت 9S والنوت 9 برو جاءت في الوسط. كذلك البصمة بالنسبة للنوت 9 العادي جاءت في الخلف. اذا هذا فيما يخص تصميم. الان الشاشه، يعني الشاشه كلهم جاوا بجوده فول اتش دي بلس، يعني اللي كتقدر تشغل الفيديوهات الى درجه 1080 بيكسل. بالنسبه لحجم الشاشه، فحجم الشاشه في البرو نوت 9 برو والنوت 9S فهو نفسه، بحيث جاوا بحجم 6.67 بوس. يعني بالنسبة للريدمي نوت العادي فهو حجم أصغر، بحيث جاءت فقط ب 6.53 بوس. الآن نجيو المعالج. بالنسبة للريدمي نوت 9S والريدمي نوت 9 برو فهو نفس المعالج من كوالكوم، وهو سناب دراجون 720 بتكنولوجيا 8 نانومتر اللي كيعطي أداء جيد جدا. باغ كونطخ يعني الريدمي نوت العادي جاء معالج جديد من ميديا تيك، وهو هيليو جي 85، ايضا كيعطي اداء جيد بتكنولوجيا 12 نانومتر. يعني الفرق اللي نقدروا نقولوا هنا ان يعني كيكون بتكنولوجيا 8 نانومتر كتعطي استنزاف اقل للبطاريه بالمقارنه مع تكنولوجيا 12 نانومتر. اما بخصوص البطاريه، فالبطاريه فهي ضخمه في الهواتف الثلاث، يعني كلها جاءت بسعه 5020 ميلي أمبير، وبثلاثهم كيدعموا الشحن السريع لغاية 18 الواط، مع اختلاف الريدمي نوت 9 برو اللي كيجيب يعني الشحن السريع بقوة 30 واط، اللي كيعطي يعني الشحن من 0 ل 90 في أقل من ساعة. الآن بخصوص الكاميرات، الكاميرات الخلفية فهي متشابهة في النوت 9S والنوت 9 برو. الاختلاف فقط فهو في الكاميرا الأساسية، بحيث أن البرو جاء بدقة الأساسية، يعني الكاميرا الأساسية جاءت بدقة 64 ميجا بيكسل، وفي النوت 9S جاءت فقط ب 48 ميجا بيكسل. في العادي، بالنسبة للنوت 9 العادي، فالكاميرات يعني كتبقى بدقة الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، الزوايا العريضة 8 ميجا بيكسل، والماكرو والعزل كتجي بدقة 2 ميجا بيكسل. بخصوص الكاميرا الأمامية، يعني في النوت 9 برو والنوت 9S كيجو بجوجهم بدقة 16 ميجا بيكسل، وفي النوت 9 العادي كتجي الكاميرا السيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل.
قبل ما ننتقلوا للأثمنة كيجينا واحد السؤال بزاف حول الفرق ما بين ريدمي نوت 9 برو وريدمي نوت 9 برو ماكس. ما كاينش شي اختلاف كبير، فقط ان ريدمي نوت 9 برو ماكس فهو نسخة هندية، والكاميرا الأمامية السيلفي كتأتي بدقة 32 ميجا بيكسل. باغ كونطخ ان ريدمي نوت 9 برو فهو نسخة عالمية، والكاميرا السيلفي كتأتي بدقة 16 ميجا بيكسل. الان نجيو للأثمنة. الوغ بالنسبة نبداو بالريدمي نوت 9 العادي. الوغ نسخة 364 فهي غير متوفرة حاليا في المغرب، وبالنسبة لثمن نسخة 4 128 فكيف قلنا سابقا فهو كتراوح ما بين 2350 درهم و 2400 درهم. بالنسبة للريدمي نوت 9 اس كاينه نسخة 464 كتراوح ما بين 2500 درهم و 2550، وكاينه نسخة 628 كتراوح ما بين 2800 و 2850 درهم. بالنسبة للريدمي نوت 9 برو فأيضا نسخة 664 غير متوفرة حاليا في الأسواق المغربية، وكاينه نسخة 628 كتراوح ما بين 3000 و 3100 درهم. كنشكركم بزاف على المتابعة ديالكم حتى لآخر الفيديو. ما تنسوش دعمونا بلي لايك، وأيضا الناس اللي كيشاهدوا القناة لأول مرة ابوناو عندنا وتفعلوا خاصية الجرس، وخليوا لنا دي كومنتير فيها أي ملاحظة أو استفسار، دائما كنرحبوا بها. إلى الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.